في بلد يعيش يوميا على إيقاع سلم أهلي هش ومهدد في أي لحظة للانهيار، عادت بوسطة عين الرمانة مرة جديدة إلى الشارع، لكن هذه المرة في منطقة حارة حريك وتحديدا في مركز أمم للتوثيق وللأبحاث، إذ أطلقت الجمعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الاتحاد الأوروبي مشروع الباص انحكى رحلات في ذاكرة لبنان واللبنانيين. يهدف هذا المشروع إلى تعريف اللبنانيين على تاريخ الحرب الأهلية. هكذا سيجول في مختلف المناطق باص مجهز بأرشيف عن يوميات الحرب وأسماء المفقودين والقتلى الذين سقطوا خلالها. نرجو أن يكون هذا الباص ذكرى حية عن أيام سوداء ربما، لكنه يعطي أيضا الفرصة للبنان ليكتب بنفسه مستقبلا أفضل وأكثر إشراقا. أما حركة السلام الدائم فنظمت بالتعاون مع وزارتي المهجرين والتربية تجمعا لطلاب المدارس أمام تمثال السلام قرب وزارة الدفاع. جايين احنا نقول مرة ثانية، المنطق اللي كان سائر بلبنان يلي بينهي الحروب هو منطق انسى وسامح. بدنا نسامح بدون ما نعرف على شو. لا، ما بدنا ننسى، بدنا نذكر كثير منيح، بدنا نذكر الماضي بكل شيء فيه. ثم انتقل الطلاب لإضاءة الشموع أمام المتحف الوطني في بيروت.